قال مراسل حلب اليوم في الغوطة الشرقية إن نحو 1150 شخصا جلهم من الأطفال أصيبوا بحالات تسمم في بلدة حوش نصري. وأضاف المراسل أن حالات التسمم جاءت نتيجة تناول المدنيين لأغذية فاسدة وزعتها إحدى الجهات الإغاثية للإفطار أمس الخميس. من جانبه أشار المكتب الطبي في منطقة المرج إلى وجود 35 شخصا من المصابين حالتهم خطرة، حيث تظهر عليهم حالات تسمم مزمن. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف دمشق مدير المكتب الهيئة السورية للإعلام ياسر الدماني. أهلا بك ياسر، ما هو العدد النهائي لحالات التسمم في منطقة المرج وكيف وضع الحالات الخطرة؟ نعم، مساء الخير. العدد الإجمالي حتى الآن 1159 حالة حسب تصريح المكتب الطبي في منطقة المرج. توزعت الحالات كالتالي: 724 حالة، 337 طفل، 139 رجلا، 248 امرأة على مشفى المرج، وأيضا باقي الحالات المحولة حوالي 400 حالة إلى منطقة دوما، وعدد الحالات الخطرة 35 حالة. تعاني معظم الحالات من وجود دم في القيء وازدواجية الرؤية والظهور علامات النقص الشديد للسوائل في الجسم. طبعا هذه حالة يعني مجمل الحالات الخطرة. هناك جفاف فم وغور في العينين جراء التسمم. نعم. طيب ياسر، هل علاج هذه الأعراض متوفر في الغوطة؟ يعني بالمجمل علاج الحالات هو علاج بسيط كغسيل المعدة وإقياء المريض وإعطائه عدد من السيرومات كسوائل بديلة، وأيضا يعني مواد بسيطة، لكن خطورة الحالات في تقاقمها وغيرها من الأمور. لكن إلى الآن يعني لا يوجد أي حالة وفاة ولله الحمد، لكن المشهد البارحة يذكرنا بمشهد أيام الكيماوي وتأخذ الناس. طيب ياسر، ما أسباب تكرر هذه الحالة بعد أيام فقط من حالة مماثلة؟ يعني أين دور الجهات الرقابية من هذا الأمر؟ يعني قبل قليل صدر بيان من قيادة جيش الإسلام وعدد من الفعاليات، قالوا أنهم اطلعوا على ما حصل في حوش نصر والشيفونية، وتبين معهم فساد وجبة الطعام المقدمة للأهالي حسب البيان. طبعا عدد الحالات 265، حوش نصر كان فيها العدد كبير جدا 1200 إصابة. قرر قيادة جيش الإسلام واللجنة المشرفة إيقاف الطبخ في المكتب الإغاثي الموحد قطاع دوما. الطلب من القضاء متابعة المسؤولين في المكتب الإغاثي الموحد، تبيان براءة المؤسسات الجيدة والتي تقوم بعملها بشكل ممتاز ولا غبار عليه، الطلب من الأخوة الإعلاميين التثبت في أي معلومة، نشر التقرير على صفحات إعلامية، شكر المؤسسات على تقديم 30,000 وجبة. طبعا من أعضاء اللجنة أبو تيسير عائشة، مندوب طبي، مندوب الهيئات الإغاثية، مندوب مجلس أهالي دوما، المشايخ سعيد درويش وأبو عمر الحنفي بإشراف الشيخ أبو همام بويضاني قائد جيش الإسلام. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دوما ياسر الدماني مدير مكتب الهيئة السورية للإعلام في دمشق وريفيع.